عبد الكريم توفيق هو فنان عدني اشتهر بالكثير من الأغاني باللون اللحجي، وعلى الرغم من أنه عاصر العديد من الفنانين في زمن كان يزخر بالكثير منهم، إلا أنه استطاع أن يجد له مكانة فنية خاصة ليظل محافظا عليها طيلة عقود مضت. اتسمت مسيرته بالغزارة الفنية، حيث اشتهر فيها الفنان عبد الكريم بالفن الشعبي وأصبح أحد أعمدة فن الغناء اللحجي. قدم فيها العشرات من الأغاني الجميلة مثل يا شاكي غرامك وتقول العين ذا ملكي وحكم ضميرك وأنا راضي. نحن الآن أمام مستشفى الجمهورية الحكومي، هنا حيث يرقد الفنان عبد الكريم توفيق. سندخل لزيارته لمعرفة حالته الصحية وتوصيل صوته للجهات المعنية. مطلع العام الحالي نقل الفنان عبد الكريم إلى هنا حيث يرقد في مستشفى الجمهورية، إذ لا يزال يصارع المرض وسط تجاهل تام من الجهات المعنية في مقدمتها وزارة الثقافة. الذي يسعى للفن ويثبت الفن ويشجع الشباب على الفن هي الدولة وزارة الثقافة. يوما بعد يوم يشعر الفنان عبد الكريم أن حالته الصحية في تراجع مستمر، خصوصا وأن القطاع الصحي في اليمن يمر بمرحلة سيئة. فمتى تتدخل الحكومة وفي مقدمتها وزارة الثقافة لتقديم العلاج اللازم له؟ حنين جمال، قناة بلقيس، عدن.